التوقيت الأفضل والأجمل في سباق هذا اليوم هي وهاجة لسهيل بن عبيد بن جميع السبوسي، سجلت دقيقتين وست ثواني، هي صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل في سباق هذا اليوم. نسير على بركة الله مع انطلاقة شوطنا الرابع الذي خصص للجعدان، ونسير إلى المقدمة وإلى المركز الأول في هذه اللحظات. وهنا على المقدمة مسامح لسعيد بن سالم بن علي القايدي، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني يتابع الوصول من قبل شاهين سهيل بن راشد بن دغيش الاكتبي، بينما في المركز الثالث هنا الوصول من شاهين سالم سعيد بن كاسب المسافري، بينما في رابع التحديات هنا شاهين ناصر بن نزيم المسافري يتقدم إلى المركز الرابع. عوده إلى المقدمة، عوده إلى الصدارة، عوده إلى المركز الأول، إلى البداية الأولى. وهنا على المقدمة شاهين سهيل بن راشد بن دغيش الاختبي، بينما في ثاني المراكز هنا مسامح سعيد بن سالم بن علي القايدي القايدي القايدي، لكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة الأولى مع التحديات الأخيرة. روح يا بن دغيش، روح يا بن دغيش، روح سهيل بن راشد بن دغيش لاختبي. ولكن هناك، هناك أيضا ناصر بن هزيم المسافر يقدم لنا شاهين في اللحظات الأخيرة، في اللحظات النهائية. يا هي من معركة، يا هو من تحدي، يا هو من صراع. الله 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 على هذا التحدي، الله على هذه الإثارة. راح شاهين، راح، راح إلى الفوز، راح. تهانينا، تهانينا والناموس لمالك شاهين ناصر بن هزيم المسافري، تحية صباحية لآل سوان، يستاهلون هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما في ثاني المراكز بن دغيش المركز الثالث كان الوصول من شاهين سالم سعيد بن كاسب. هذه النتيجة، توقيت الزمني عطنا دقيقتين و11 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.